اليوم وكما منذ ملايين السنين، وهذا المفترس الشرس القرش الأبيض العظيم يخوض صراعا من أجل البقاء مع الفقمة ذات الفراء البني. قد لا تكون المخاطر كبيرة، فهذا الصراع وجد مع وجود هذه الحيوانات، صراع حياة وموت نراقبه بعين مختلفة في برنامج أنا وحش. القرش الأبيض العظيم والفقمة ذات الفراء البني هما خصمان متناسبان، لكن في حالتهما القرش الأبيض العظيم هو الذي يشن هجوما ممتازا، يصعد إلى السطح كصاروخ بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، فيندفع بكل عزم ليخترق سطح الماء ويرتفع 3 أمتار في الهواء. وبواسطة الأسنان 50 الحادة والمسننة يأخذ قضمة من خاصرة الفقمة فيقطع شريانها الرئيسي. الفقمة تصاب بجرح مميت لكنها لا تزال حية. الآن سيقوم القرش بسلوك معاكس للحدس والتوقع. سيبتعد عن الفقمة. تهاجم الفقمة المنازعة بأنيابها ومخالبها، والقرش يعرف أنه قد يتعرض لإصابة بالغة، فيتراجع وينتظر ويدع الفقمة تنزف حتى الموت. اليوم فاز هذا القرش بوجبة معتمدا على استراتيجيته ومناورته، لكن الوضع لم يكن دائما هكذا من قبل، فالسعي إلى الحصول على لقب المفترس الأول لم يحصل بين ليلة وضحاها. إن السنة الأولى من حياة القرش الأبيض هي الأكثر خطورة على الإطلاق. منذ ولادته لا يحصل على شيء من أمه، لا طعام لا حماية. تكون كل الحيوانات معرضة للخطر خلال السنة الأولى من حياتها، وقد تصل نسبة فشل صغير القرش الأبيض في إتمام عامه الأول إلى 70%. الخطر الأكبر هو الجوع، ولكي يتعلم صغير القرش الأبيض عليه أن يسلك طريقا صعبا وشاقا، فتعلم البحث عن الطعام هو أمر فائق الأهمية لكي ينجو. لذا نجد الصغار تأكل أشياء مستقرة في القعر، أشياء يسهل الحصول عليها. على الصغير أن يجد ما يكفي من الطعام لكي ينجو، لكن ليست هذه المشكلة وحسب، فهو يمثل في عمره هذا فريسة للحيوانات المفترسة التي تفوقه حجما وسرعة. قروش الماكو، حيتان الأوركا، حتى القروش البيضاء البالغة تعده عشاء لها. إن كل يوم هو صراع بقاء يخوضه صغير القرش الأبيض، لكنه في النهاية ينجو مكتفيا بأكل الأسماك الصغيرة، وبالرغم من كل ذلك يبلغ عامه 7.
لقد شهد جسمه تحولا كبيرا، فعندما ولد كان طوله مترا وعشرين سنتيمترا، لكنه ازداد في كل عام 30 سنتيمترا ليبلغ 3 أمتار و40 سنتيمترا. وزنه 350 كيلوغراما، أي 16 أضعاف وزنه عندما ولد. لكن التحول الأهم هو في فمه. قبل الآن كانت أسنانه ضيقة ومسننة، جيدة لالتقاط الأسماك الزلقة، لكن خلال السنة الماضية ازداد عرض أسنانه سنتيمترا كاملا، فأصبح حجمها مثاليا لقضم اللحم وتمزيق الغضروف والعظم. لديه كل ما يحتاجه لكي يصبح وحشا مفترسا، ما عدا الخبرة، لكنه على وشك اكتسابها. في الأعلى يرى شيئا ضخما أمامه. فيستمر في التقدم نحوه على الرغم من أن غرائزه تدفعه إلى الخوف، لكن شيئا ما يدفعه إلى الأمام، شيء يشم رائحته، شيء لا يقاوم. وهذا أخطر سلوك على الإطلاق قد يكلفه حياته. تكبر الصغار وتصادف من وقت إلى آخر بعض الجثث، حيتانا نافقة أو فقمات نافقة، لكنها صغيرة بحيث لا تستطيع أن تلتقطها وحدها، فتقتات بها قليلا وتتذوق طعمها. طعم سيغير حياتها، لحم الثدييات البحرية. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالنكهة، فجسمها الضخم يحتاج إلى وحدات حرارية. إن هذا اللحم الغني بالشحوم يزود القرش بثمانية أضعاف ما تزوده به الأسماك من الوحدات الحرارية، 22 كيلوغراما من شحم الحوت يحتوي على أكثر من 210,000 وحدة حرارية، وهذه كمية تكفيه 6 أسابيع تقريبا. إنه على بعد خطوة واحدة عن الفريسة التي يفترض به أن يفترسها، الفقمة ذات الفراء البني. لكنه سيمضي الشهر القادم في البحث عن جيفة أخرى، عن مذاق آخر، من دون جدوى. إنه في حركة دائمة لا يعرف النوم. جسمه يحرق 5,000 وحدة حرارية في اليوم. إنه جائع. لكن فجأة يسمع قعقعة آتية من بعيد فينسى جوعه. الضجيج يعلو. هذه الذبذبات خافتة جدا. لكنها بالنسبة إليه عالية وواضحة. تقع أذناه داخل رأسه وهما محميتان من ضجيج المحيط الناجم عن الاحتكاك بالمياه بينما يعبرها. تلتقط أذناه أصواتا ذات ذبذبات منخفضة جدا،
أقل من تلك التي يستطيع البشر سماعها ب200 مرة تقريبا، وهو يستطيع سماع شيء يتحرك في الماء على بعد 1.6 كيلومتر. مع اقتراب الصوت اشتم رائحة مألوفة، رائحة جعلته يتذكر الحوت النافق. إنها رائحة دم الثدييات التي لا يمكن أن يخطئ في تحديدها. لكن هذا ليس حوتاً، إنه أصغر حجماً من الحوت، وهو ليس جيفة بل يتحرك. يتحرك وهو مصاب بجروح ولحمه بدأ بالتحلل. هكذا بدأت القصة. ثم رأى العشرات من هذه الحيوانات. وفجأة وجد نفسه في مكان سيغير حياته إلى الأبد. إنها سيل آيلاند أو جزيرة الفقمة عند ساحل أفريقيا الجنوبية، موطن 70,000 من الفقمات ذات الفراء البني. لقد أحرق 160,000 وحدة حرارية من الوحدات 210,000 التي اكتسبها من جيفة الحوت. لذا فهو يبحث عن هدف دون إضاعة الوقت. لقد رأى مجموعة من الفقمات تسبح بالقرب منه، فاقترب منها من الأسفل. ارتفع ببطء وراح يزيد من سرعته مع كل حركة من ذيله الضخم. لكن هناك مشكلة. لقد رأته الفقمات فبدأت حربا دفاعية. لو كانت غريزة الدم البارد التي لديه هي التي دفعته إلى شن الهجوم لكان قد فاز بوجبة، لكنه تصرف بطريقة خاطئة. هذه الفقمات فائقة السرعة وهي رشيقة جدا، وعندما تشم أو تشعر بوجود قرش أبيض تعرف كيف تتخلص منه وتنجو بنفسها. إذن كيف تمكنت هذه الفقمات من خداع هذا المفترس الشرس؟ لقد نجحت في ذلك معتمدة على واحد من الإجراءات المضادة الأكثر فعالية. إنه القفز إلى خارج الدائرة. عندما بدأ القرش الصغير هجومه من الأسفل، رأى الفقمات العديدة عند السطح كأنها جسم واحد، فتوجه نحو نقطة الوسط. لكن الفقمات حذرة جدا، وقد عرفت أنها تتعرض للهجوم، فراحت كل واحدة منها تقفز بعيدا عن نقطة وسط الدائرة نحو محيطها، مشكلة بذلك ما يشبه الينبوع. القرش يتردد، والفقمات
لا تحتاج إلى أكثر من جزيئات من الثانية لكي تتفوق عليه، وهذا القرش فشل في الحصول على وجبة بعدما أحرق الوحدات الحرارية الثمينة. لقد أصبحت الفقمات شديدة الحذر بعد الهجوم الفاشل الذي شنه القرش. لم يكتف القرش الصغير بالمخاطرة بلقمة عيشه، بل أثر هجومه الفاشل أيضاً على القروش البيضاء الأخرى التي جاءت إلى جزيرة الفقمة من أجل الصيد. بدأت عشرات القروش البيضاء ترحل عن الموقع للبحث على ما يبدو عن طعام في مكان آخر. القرش الصغير يلحق بها ويراقبها. خلال صراعه الدائم هذا، لا تمثل قوة القرش الأبيض الجسدية وحدها نقطة تصب في مصلحته وحسب، بل ما يجعل من هذا القاتل مفترسا مخيفا هو أنه تعلم كيفية توظيف علم النفس في استراتيجية الصيد التي يعتمدها. عندما تنتشر الفقمات فوق الصخور تصبح بأمان بعيدا عن القروش. إذا ما الذي يفعله القرش الذكي؟ إنه يكتفي بالسباحة ذهابا وإيابا في ذلك الموقع حيث تنتشر الفقمات ويراقبها ليرى إن كانت ستعود إلى الماء عندما يبتعد عنها. تسبح القروش الأكثر خبرة قبالة الشاطئ ثم تنتظر. لقد نجحت الخدعة. عادت الفقمات إلى الماء. تسللت القروش إلى الجزيرة بهدوء. لكن القرش الصغير ترك المجموعة وابتعد عنها. لقد سمع صوتا قادما من بعيد. عرف بوجود فقمتين على بعد نصف كيلومتر تقريبا تسبحان وحدهما. عندما اقترب منهما مسافة 9 أمتار شيء آخر وجهه نحو الفريستين. لقد شعر بوجودهما. من خلال الخط الجانبي الذي لديه، يمتد الخط الجانبي لدى القرش على جانبي جسمه من أنفه حتى ذيله، فيتحول جسمه إلى جهاز ضخم للاستشعار. تعمل الأقنية المليئة بالسائل داخل خطه الجانبي كجهاز استشعار الحركة، فتلتقط تغير الضغط الذي تحدثه الذبذبات الفائقة الدقة تحت الماء. وهي ذبذبات تضغط جلده بمقدار جزء من 30 ملم الواحد، أقل من شعرة شارب الفقمة.
عندما تخفق الفقمة تحت السطح تتحرك جزيئات من الماء على مسافة معينة وتصدر صوتا يعرف بصوت الحقل القريب، فيلتقط القرش هذه الحركة في الماء بواسطة الخط الجانبي الذي لديه. يمتد الخط الجانبي لدى القرش الأبيض من أنفه إلى فمه نزولا عبر جسمه حتى ذيله، والقرش يستخدمه لكشف الذبذبات التي إلى جانبه. تخيلوا أنفسكم في غرفة مظلمة وقد لامسكم أحدهم فتشعرون بشعر ذراعكم وهو يتحرك باتجاه واحد، وستعرفون أن شيئا ما مر بالقرب منكم. الخط الجانبي لدى القرش هو الذي ينقل إليه هذه المعلومة. أصبحت الفقمتان مكشوفتين على بعد 9 أمتار. اقترب منهما وهو مستعد للقتل لأول مرة في حياته. لكنه غير فجأة مساره. لقد حصل شيء ما. القرش قوي جدا، لكن يبدو أنه سيتخلى عما كان يبحث عنه وقتا طويلا. قد يحصل على وجبة، وقد تكلفه المعركة حياته. لقد التقط أنفه الحساس رائحة ما. لابد أنها وجبة مغرية جعلته يترك فقمتين ويلحق بها. هذا لأن ثلث دماغ القرش تقريبا مخصص لحاسة الشم. إن جهاز الشم الذي لديه حساس لدرجة أنه يستطيع كشف وجود دم في الماء حتى لو كان بكثافة نسبتها 1 على مليار، وهذا أشبه بكشف شخص واحد في منطقة تبلغ مساحتها ضعفي مساحة جزيرة مانهاتن. وهذه الرائحة هي رائحة دم فقمة لم يمض وقت طويل على قتلها. تصور أنك تريد إعداد همبرجر. في البداية لا تشم الرائحة، لكن ما إن تبدأ بإعداده على النار حتى تفوح الرائحة الشهية وتنتشر في أرجاء المكان. عندما يشم القرش رائحة ما في الماء يشم الحمض الأميني، ونسبة الحمض الأميني إن السنة الأولى من حياة القرش الأبيض هي الأكثر خطورة على الإطلاق. منذ ولادته لا يحصل على شيء من أمه، لا طعام لا حماية. تكون كل الحيوانات معرضة للخطر خلال السنة الأولى من حياتها، وقد تصل نسبة فشل صغير القرش الأبيض في إتمام عامه الأول إلى 70%. الخطر الأكبر هو الجوع. ولكي يتعلم صغير القرش الأبيض عليه أن يسلك طريقا صعبا وشاقا، فتعلم البحث عن الطعام هو أمر فائق الأهمية لكي ينجو. لذا نجد الصغار تأكل أشياء مستقرة في القعر، أشياء يسهل الحصول عليها. على الصغير أن يجد ما يكفي من الطعام لكي ينجو، لكن ليست هذه المشكلة وحسب، فهو يمثل في عمره هذا فريسة للحيوانات المفترسة التي تفوقه حجما وسرعة. قروش الماكو، حيتان الأوركا، حتى القروش البيضاء البالغة تعده عشاء لها. إن كل يوم هو صراع بقاء يخوضه صغير القرش الأبيض، لكنه في النهاية ينجو مكتفيا بأكل الأسماك الصغيرة. يحتاج إلى وحدات حرارية. إن هذا اللحم الغني بالشحوم يزود القرش ب8 أضعاف ما تزوده به الأسماك من الوحدات الحرارية. 22 كيلوغراما من شحم الحوت يحتوي على أكثر من 210,000 وحدة حرارية، وهذه كمية تكفيه 6 أسابيع تقريبا.
إنه على بعد خطوة واحدة عن الفريسة التي يفترض به أن يفترسها، الفقمة ذات الفراء البني. لكنه سيمضي الشهر القادم في البحث عن جيفة أخرى، عن مذاق آخر، من دون جدوى. إنه في حركة دائمة لا يعرف النوم. جسمه يحرق 5000 وحدة حرارية في اليوم. إنه جائع. لكن فجأة يسمع قعقعة آتية من بعيد فينسى جوعه. الضجيج يعلو. رأى العشرات من هذه الحيوانات. وفجأة وجد نفسه في مكان سيغير حياته إلى الأبد. إنها سيل آيلاند أو جزيرة الفقمة، عند ساحل أفريقيا الجنوبية، موطن 70,000 من الفقمات ذات الفراء البني. لقد أحرق 160,000 وحدة حرارية من الوحدات 210,000 التي اكتسبها من جيفة الحوت. لذا فهو يبحث عن هدف دون إضاعة الوقت. لقد رأى مجموعة من الفقمات تسبح بالقرب منه فاقترب منها من الأسفل. لكن هناك مشكلة. لقد رأته الفقمات فبدأت حربا دفاعية. لو كانت غريزة الدم البارد التي لديه هي التي دفعته إلى شن الهجوم لكان قد فاز بوجبة، لكنه تصرف بطريقة خاطئة. هذه الفقمات فائقة السرعة وهي رشيقة جدا، وعندما تشم أو تشعر بوجود قرش أبيض تعرف كيف تتخلص منه وتنجو بنفسها. إذن كيف تمكنت هذه الفقمات من خداع هذا المفترس الشرس؟ لقد نجحت في ذلك معتمدة على واحد من الإجراءات المضادة الأكثر فعالية. إنه القفز إلى خارج الدائرة. وفجأة وجد نفسه في مكان سيغير حياته إلى الأبد. إنها سيل آيلاند أو جزيرة الفقمة، عند ساحل أفريقيا الجنوبية، موطن 70,000 من الفقمات ذات الفراء البني.
لقد أحرق 160 ألف وحدة حرارية من الوحدات 210 ألاف التي اكتسبها من جيفة الحوت. لذا فهو يبحث عن هدف دون إضاعة الوقت. لقد رأى مجموعة من الفقمات تسبح بالقرب منه فاقترب منها من الأسفل. ارتفع ببطء وراح يزيد من حوتا نافق. إنها رائحة دم الثدييات التي لا يمكن أن يخطئ في تحديدها. لكن هذا ليس حوتا، إنه أصغر حجما من الحوت، وهو ليس جيفة بل يتحرك. يتحرك وهو مصاب بجروح ولحمه بدأ بالتحلل. هكذا بدأت القصة. ثم رأى العشرات من هذه الحيوانات. وفجأة وجد نفسه في مكان سيغير حياته إلى الأبد. إنها سيل آيلاند أو جزيرة الفقمة عند ساحل أفريقيا الجنوبية، موطن 70 ألفاً من الفقمات ذات الفراء البني.